بسم الله الرحمن الرحيم، تكال عليك يا رب، اللهم صل على سيدنا محمد. المدينة المنورة للاستثمار الزراعي والعقاري بتقدم فيديو جديد بخمس فدادين على طريق مصر اسكندرية الصحراوي مدينة النابورية بحيري. خمس فدادين بيعوا شراء، فيها حضرتك ثلاث بيوت وزريبة تسعة 200 راس على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، الأرض بتروى بحاري كهرباء. حضرتك زي ما انت شايف كده المنزل ده عليها حضرتك، وفي منزل زي ما انت شايف اهو يا باشا، احنا داخلين على حصاد الغلة، وزي ما انت شايفين الجرار بيحرت اهو. حضرتك خمس فدادين بيع وشراء، ارض حمراء، خمس فدادين بيع وشراء في قرية الشجاعة مدينة النبرية طريق مصر اسكندرية الصحراوي. بينك وبين الصحراوي 3 كيلو، بينك وبين الصحراوي 3 كيلو. الارض فيها ثلاث بيوت حضرتك وزريبه، قد بيت حضرتك اهو في الوش اهو ماشي، وده حضرتك بيت تاني اهو على الطريق بره حضرتك جوز بيوت، زي ما انت شايف تربه ارض حمراء، الجيران زي ما انت شايف كده حضرتك زريبه مواشي اهي، اهي زريبه مواشي حضرتك اهي، معمول زريبه حضرتك ارتفاع الصوره اهو 3 متر 900 راس اهي اهي، زريبة حضرتك بتتنشأ جديد لسه، هي حاجة حديثة زي ما انت شايف حضرتك 900 راس. بسم الله ما شاء الله، الله ينور عليك ابو مشعل. حضرتك زي ما انت شايف كده ده منزل حضرتك، والزريبة ده ما باب وده باب، بابين حضرتك على الزريبة، ارتفاع السور زي ما انت شايف كده 3 متر زي ما انت شايف حضرتك كده اهي، ده بيت اهو، ده سور حضرتك ما بينك وبين الجار، مكان محترم. خمس فدادين بيع وشراء، مكان محترم زي ما انت شايف حضرتك، ده الطريق العمومي على راس الارض، ده الطريق العمومي حضرتك على راس الارض، ده شقه حضرتك، وده المنتج الحيواني في وشك اهوت ماشي، وده حضرتك على نص الطريق على طول في بيت، في كورن الارض من هناك في بيت في نص الارض بالظبط، يبقى الارض عليها ثلاث بيوت، ثلاث بيوت وزريبه مواشي تاخد 200 راس، ارض حمراء حضرتك، كهرباء ميه بحاري على الاسفلت، بينها وبين الصحراء 3 كيلو، مدينه النابوريه قريه الشجاعه. تحياتي لكل المصريين، أبو مشعل بيصب على كل حبايبه ومتابعينه.